الأسبوع الأخير من يلا نتعشى كان مختلف تماماً عشان كان أسبوع الثنائيات. برغم اختلاف شخصياتهم أنا أمك قدروا ينسجموا بأجواء رمضانية جميلة، لكن الأسبوع ما خلاش من احتكاكات جامدة. أنا 62 أكلتوا أكل، خاصة اللي المطبخ جمعهم لأول مرة. بعد في جزرين، أول مرة وآخر مرة فوت معك المطبخ. أنا ظهري اتقطم. ومواقف ما تتنسيش. الخنبش. فازاي وصلنا لهنا؟ خلونا نفتكر أبرز المواقف اللي حصلت.